اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن صديق، طمنا بقى على فريق 2008. ان شاء الله فريق مليء بالمواهب، عندنا فريق ممتاز، يعني طمنا بقى والمواهب اللي داخل 2008. يمكن الحمد لله انا بديت في القطاع السنه اللي فاتت، كنت مساعد مع كابتن سيد غريب في 2006، بعد كده مع كابتن اسامه زكي خدنا البطوله الحمد لله، بطوله الجمهوريه. واكيد الخطوات دي مهمه، يعني ان انت تبدا في الاكاديميه مدرب، وبعد كده تبقى مدير الاربع فروع سنتين، تبدا في القطاع واحده واحده. الموضوع فعلا مش باللعب بس، يعني لا، دراسه ولازم تتعلم، وفي خبرات فعلا بتاخدها. يمكن السنه اللي فاتت فرق كتير جدا شغلي مع بس كابتن. الاكاديميه كان عمل اداري اكتر، صح؟ اكتر، يعني انا بدات مدرب، لا في فني بس مش بالكم اللي انت موجود فيه في القطاع. انت عارف الموضوع القطاع مختلف تماما، فيه منافسه وعايز تعمل لعيب كويس يقدر يمثل النادي الاهلي في الدرجه الاولى في اقرب وقت. فان انت السنه اللي فاتت اشتغلنا بشكل كويس، وانا استفدت كتير جدا جدا من الكابتن سيد غريب للامانه، ومن الكابتن اسامه زكي بعده خدنا البطوله، ودي كانت حاجه مهمه جدا بالنسبه لك انك تبقى اول سنه في القطاع تاخد بطوله. الحمد لله السنه دي شغال مدير فني مع فرقه 2008، في لعيبه مميزه كتير جدا. نتمنى ان شاء الله ان الولاد يعرفوا يعني ايه قيمه النادي الاهلي، وده يمكن اكتر حاجه احنا بنشتغل عليها، لان لعيب النادي الاهلي ده مش اي حد بيلعب نادي الاهلي.